مهمه جدا دايما كنا بنشوفها بعد انتهاء كل مباراه، وهي مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه. ازاي بيتم اختيار رجل المباراه؟ هل بناء على يعني دقته في عمليات كتيره جدا داخل كره اليد زي الفنيات، ولا قد ايه كان مؤثر مع فرقته؟ حضرتك تقول لنا الفارق ايه؟ طبعا انا كان ليا يعني الشرف ان انا اسلم 3 مرات الافضل لاعب في المباراه. كان لاعب من كونغو مره، ولاعب من حارس مرمى البرتغال مره، ولاعب من منتخب المغرب. اخر 7 دقائق من كل في المباراه، اخر 7 دقائق في لجنه دي من الاتحاد الدولي. اللجنه من الاتحاد الدولي بتبقى مكونه من 3، بتختار 3 لاعبين، 3 لاعبين على اساس ان ايه، ان هم دولت نختار منهم واحد في الاخر. وبعدين على طول بقى هنا بتاع دي اللقطه، احد لقطاتها هي التسديده. ده حارس مرمى، من احسن حراس مرمى في العالم، ده حارس مرمى البرتغال دوت. طيب استكمل حضرتك الكلام. يعني بيتم اختيار 3 لاعبين مرشحين لحصد الجائزة، مرشحين، وبيروح الممثل اللي هو الفرد اللي قاعد من سويس تايمينج، بيروح مدخلهم بسرعه على الموقع بتاع الاتحاد الدولي، وبيحصل تصويت في خلال 7 دقايق ديت على مين من 3. حسب التصويت بيتم التنفيذ بعد كده. طيب ايضا يعني عمليات اختيارات الافضل دايما بتكون بعد نهايه البطوله، هل اللجنه بيكون ليها دور زي مثلا افضل لاعب في العالم، افضل حارس مرمى، التشكيل الامثل؟ يعني شفنا التشكيل اللي ظهر في الاخر، بعض اللاعبين اللي يعني كنا حزينين ان ما فيش حد من منتخبنا الوطني فيه، ولكن عايز اعرف ازاي بيتم اختيار اللاعبين الافضل في المراكز دي؟ هو طبعا دائما بيتم اختيار افضل لاعب في العالم، وبعدين بيتم اختيار افضل 7 مراكز اللعب ده في كل بطوله عالم. يعني احنا زمان مثلا كان احمد العطار تم اختياره مره، من اللعيبه عندنا قبل كده تم اختيارهم. البطوله هنا طبعا بيرجعوا، دي لجنه احنا مالناش علاقه بيها، انما اللي علاقتنا احنا الاحصائيات هي اللي بتخلي اللجنه دي على ضوها تختار. يعني اللجنه لا يمكن تختار هداف البطوله الا من واقع الاحصائيات. البطوله اللي فاتت كان هانسون في الدنمارك، البطوله دي كان لاعب من قطر الليفت باك اللي خد هداف الايه. المهم ان اختيار افضل اللاعبين بتبقى لجنه فنيه من الاتحاد الدولي هي اللي بتختار، وبتسترشد بالاحصائيات. فمثلا الليفت وينج في محمد واحمد وحسين مثلا، يعني او من 3 دول مختلفه، لا يمكن هيختاروا كده يعني جزافا عشوائي يعني. او عشوائي لا، لازم يلجا. ده شاط كم كوره في المباراه، عمل تصويب قد ايه، نسبه نجاحه قد ايه، وهكذا. حارس المرمى نسبه الصد بتاعته، انت ممكن تلاقي عندك حارس مرمى مثلا اللي خد احسن حارس مرمى انتخبوه مش احسن نسبه في الـ في الـ في الـ في, الـ في البطوله. يعني جايب حارس، ما اختاروا حارس مرمى الدنمارك نسبته 30% في الصد، في حارس تاني 33% بس ما تمش ايه اختياره، لان فاعليه 30 واوقاتها. اوكي معايا حضرتك؟ يعني مثلا بالنسبه للحارس البرتغال، حارس البرتغال يوم ما تم اختياره ما لعبش المباراه كامله، ده لعب الشوط الثاني فقط، بس لما نزل كان مؤثر جدا 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 في تغيير النتيجه لصالح فريقه. توقيت التصديات يعني أيوة بشكل اصح طبعا. طيب كلام